أعزائنا متابعين مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أهلا وسهلا بكم. ننتقل بكم اليوم من مسجد سعود عبد العزيز الراشد في منطقة العدالية لنقل صلاة العشاء وصلاة التراويح، والذي يئم فيها المصلين الشيخ مشاري العفاسي. ببداية كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. إدارة مساجد محافظة العاصمة استعدت باكرا طبعا لاستعدادات رمضان. في المحافظة حددنا 5 مراكز رمضانية رئيسية للمحافظة: مركز الراشد بالعدالية، مركز سعد بن وقاص بكيفان، مسجد الغملاس في القادسية، جابر الأنصاري في جابر الأحمد، ومسجد البحر في سوق مباركية. أنصح إخواني المصلين الالتزام بإرشادات إخواننا المتطوعين الموجودين والعاملين في المركز. بصراحة سعدتونا، واللي نشوفه هذا يسعد كل مصلي قبل لا يسعد احنا كموظفين وزارة الأوقاف. اللي نشوفه اليوم بالعكس شيء يفرح، ميزان أعمالكم جميعا. جزاك الله خير. جزاك الله خير أجمعين إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير.